أجواء الموضة مستمرة في صباح العربية وستستمر الأسبوع المقبل من باريس، لأن نتوقف مع لقاء حصري قصير لصباح العربية مع سعد المجرد على هامش فعاليات أسبوع الأزياء الباريسي، وبالتحديد عرض المصمم زهير مراد الذي سنتابع تفاصيله الأسبوع المقبل. سعد المجرد يتحدث عن علاقة الفنانين بالموضة والأزياء والموسيقى العربية التي أصبحت عالمية في مكان ما. معك يا ليث. زهير أول حاجة يعني صديق عزيز جدا، ما يمكنش يكون في باغي وما نجيش نشوف العرض ديال زهير. يعني كنشوفه لأنه أولا كنعتبره أنا فنان آرتست، كنعتبره فنان كبير ويستاهل، يعني يستاهل يكون في العالمية، ويعني all over the world كيف ما هو ديجا يعني في العالمية. وإنسان بهذا القلب ما يمكن له يخرج الا حاجه زوينه بحال هكا، الا ان ديفيلي يكون روعه بحال كل عام. الفن العربي is doing good all over the world، ما شاء الله الموسيقى العربيه it's going up and up، وهيدا بفضل يعني مجهود الفنانين العرب كلهم. صحيح. ويعني ما شاء الله الموسيقى المغربيه واللبنانيه والشرقيه بصفه عامه والمغاربيه بصفه عامه it's doing very good، وهذا شيء يشرف المغاربه ويشرف العرب ويشرف كل واحد عربي يعني.